أحبابي اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبة جدا سهلة وسريعة وكتير بسيطة، كتير روعة بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا حبتين بطاطا، بقدونس، بندورة، بصل، فليفلي، 5 معالق طعم زيت نباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بدي أقشر البطاطا وأقليها. بعد ما قشرت البطاطا وغسلتها هلأ بدي أقطعها أنا وياكم. بسم الله. قطع مش كبيرة ولا صغيرة، وسط. هيدا الحجم. حميت الزيت على الغاز، هلا بقليهم بزيت حامي. بالوقت اللي عم بقلي فيه البطاطا هلا بدي كفي انا وياكم الخلطه اللي بدنا نحطها على الوش. اول شيء بدنا نقطع البصل، شرائح بهيدا الشكل. نحطهم بالطنجرة. نحط الزيت فوقهم. كمان رشة ملح خفيفة. بنحطهم على الغاز، بقليهم لياخدوا لون اصفر خفيف. بالوقت اللي حطه فيه البطاطا والبصل على الغاز هلا بدي اقطع انا وياكم البندوره والبقدونس. نقطعهم مربعات صغيره كمان. نطلع البصلة كيف صارت. بس اخذت البصلة هيدا اللون الخفيف هلا بحطها والبندورة والفليفلة والبقدونس. حركهم شوي مع بعض. كمان بحط فوق النص كوب مي صغير، يعني حوالي 5 معالق طعام مي، رشة ملح صغيرة، نص ملعقة صغيرة ملح. خلطهم شوي. بحط حوالي ملعقة صغيرة شراب. برش بهار. خلطهم مع بعض. هلا بغطيهم وبتركهم يغلوا مع بعض لتستوي عنا الخضرة. بدنا نشوف الخضرة كيف طلعت انا وياكم. بس صارت بهيدا الاستوى، استوت شي خفيف. ما بدنا نعجنها للخضرة، هيدا الشكل كتير رائع. بس استوت الخضرة بهيدا الشكل هلا بطفي الغاز. استوت عنا البطاطا هلا بشيلها بحطها بالصينية. هيدي البطاطا اللي عملتها انا وياكم وهيدي الخضرة. بحط الخضرة على البطاطات.
هلا عنا هون جبنة تشادر وجبنة موزاريلا، بحطهم على الوش. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى، بس عشان كل شيء مستوي عنا. قلينا البطاطا والخضرة كمان استويت، ما بحاجة إنه ندور الفرن من الأعلى والأسفل، بس من الأعلى من الجبنة تدوب فقط. بحط الجبنة بهيدا الشكل، بوزعهم على كل الخضرة. هلا بحطهم بالفرن. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.